السادة الأعضاء، بمناسبة بدء دور الانعقاد السنوي العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، تقدم عدد كبير من السادة الأعضاء باقتراح بإرسال برقية إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يعلنون فيها عزمهم على الاستمرار في إرساء البنية التشريعية اللازمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم، وذلك بفضل قيادة سيادته الواعية والحكيمة. والآن أتلو على حضراتكم مشروع البرقية. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إن مجلس النواب وهو يستهل دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن، ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على مختلف الأصعدة الداخلية والإقليمية والعالمية، مستهدفين بها إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن. ويثمن المجلس جهودكم الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية. ويؤكد المجلس على ثقته في أن الدولة المصرية بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة. كما يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم الملموسة على الساحة الإقليمية، خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، وحرصكم على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى دحض الصراعات ونشر السلام، والتي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري. وختاماً، يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إلى سيادتكم بأصدق التهاني بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة. التي ستظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية ورمزاً لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل توافقون حضراتكم على إرسال هذه البرقية؟ موافقة. شكراً.